خرج من البرنامج. اختر حارس مرمى تريد تنفيذ ضربة جزاء ضده بنهائي بطولة كأس العراق. هو لو أنا. هو أول مرة. يلا نشوف شو اختار. جلال حسن. جلال حسن. وقع حارس مرمى. هو اختار جلال كنت اختار. يعني ما يصير اختار غير جلال. أنت بالك جلال؟ طبعاً أنت من لازم هو هسه الأول يعني مثل ما تقول. الأول بالعراق؟ إي يعني هو هسه حارس المنتخب الوطني. زين. إذا مو جلال هو إذا اختار جلال أنا اختار فهد طالب. فهد طالب. أنا من قلت جلال أستاذ علي مو مثل على قول توقع هو الأول. لأن لعبنا المباراة ضيعة جزاء كم بلادي أريد أرجع أقول. يعني مو يعني جلال مو أول. لا كل يوم. خلي قوله ما لا يعلم. كل يوم. إي كل الجوتشيت يعني. بس هو يعني حارس منتخب وطني يعني جاي هو بهاي الفترة كابتن منتخب وطني. حتى بالجزاءات مميز. مميز جلال حسن. اي فهو اختار جلال يعني انا راح كل الجوتش يعني فرق الجماهير تقال بنواديها. اكو حارس صعب مواجهته محمد؟ تنفرد عليه وجها لوجه او بضربه جزاء تحسب الاحساب بالعراق؟ اي لا ما اتصور يعني ماكو كلهم مسجل عليهم؟ لا مو كلهم مسجل عليهم ترى انا ما صار لي 10 سنوات سنتين هم كم لعبه فيها؟ هم مو وايد اي بس 39 اي بس ممكن انا بداية قبل بداية قبل تلعب زين كلهم راح تسجل عليهم يلا خلي غير السؤال ان شاء الله اها والله اكو حارس صعب مواجهته وقع بدورينا لا لا وشوف بالعراق احنا قلت لك ما عندنا مثلا اللاعبين اللي مستوياتهم ثابته خلينا نقول على مدار الدوري صحيح ان كان حارس مرمى او كان لاعب اي طبعا مستويات متفاوته فلا طبيعي جدا اي حارس عندنا حارس أواجه. مظلوم مع المنتخبات شوف مو نقول مظلوم أي. هي الظلم ترى ما حد يظلم ما حصل خاصه احنا بالعراق و... اي ما حد يظلم زين. بس الفرصه الكافيه يجوز ما حصلها اي انا اشوفه بوجهه نظر يعني الحارس يعني حسن احمد حارس نادي الطلبه زين إيه. سم حارس منتخب بس ما حصل فرصة المشاركة ما حصلها لا هو ما سافر وياهم بس من المعسكرات صح لو لا بس اسمه مطروح اقصد يعني موجود طبعا اسمه بس هو كان يستحق التواجد التولى مو اللعب وانما اقول التواجد لان هو اجى من المنتخب الاولمبي احنا جينا كل الاسماء ورحنا زين افضل حارس بالعراق منه انت قلت لي جلال انت انا جلال جلال حسن افضل حارس بالعراق طيب فقرة الوجود